ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب، وهنتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا وبيهم ناس كتير قوي، خصوصا الأمهات. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو مشكلة بيعاني منها أهالي كتير جدا بسبب تعلق الأطفال الشديد بالموبايل وكمان السوشيال ميديا. الحقيقة القصة دي بقت مشكلة صعبة، لأننا بنشوف بعض الأهل بيضطروا إن هم يسيبوا الموبايل لأولادهم وقت طويل، ونتيجة ده بتكون طبعا سيئة، خصوصا إن كتير من الأبحاث اللي اتعملت في الموضوع ده قالت إن لما بتسيب الموبايل للطفل وهو في سن صغير ده بيأثر على النمو العقلي للطفل، ممكن يكون واحد من أسباب إصابة الطفل بالتوحد اللي هو الأوتيزم أو تأخر النطق. والموضوع ده كان فيه كلام كتير جدا طبعا. الفكرة هنا مش بتقف بس عند المشاكل أو الأمراض اللي ممكن يتسبب فيها الموبايل للطفل، ولكن كمان في المحتوى اللي ممكن يشوفه أو يتعرف عليه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهو لسه في سن صغير. ولأن زي ما قلت لكم من شوية في تفاصيل كتير في الموضوع ده، هيكون معانا دلوقتي على زوم دكتورة سهام حسن. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا ريهام، وأهلا بكل المشاهدين. عاملة إيه يا دكتور؟ كويسة؟ الحمد لله. دكتور، أول سؤال كل الأمهات بتسأل عليه، إمتى أدي لابني أساساً موبايل؟ طيب لو هنمشيها بكلام النظريات والأبحاث والدراسات اللي إحنا دايماً إحنا كأهل تخصص بنبقى يعني خلاص ده المرجع بتاعنا، والطبيعي إن الدراسات دي بتكون قامت على عينات كتير وعلى ملاحظة الأضرار والحاجات اللي اتلمست، فبالتالي أنا حددت عمر معين مناسب للطفل إن هو يتعرض فيه قدام الشاشة. أوكي. فأول حاجة قبل ال3 سنين ممنوع تماما تعرض الطفل لأي شاشة إلكترونية، سواء موبايل أو تلفزيون أو لابتوب، أيا كان الشاشة نوعها إيه. فوق ال3 سنين، من أول ال3 سنين لحد سن ال8 سنين، مسموح لتعرض الطفل بساعة واحدة متقسمة طول اليوم على 4 مرات مثلا وليكن، أو مرتين كل مرة نص ساعة. طيب يعني ممكن نقول إحنا ربع ساعة على مدار اليوم، كل مرة نص ساعة، صح يا دكتور؟ يعني ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة على مدار اليوم. بالظبط، لأن أكتر حاجة هي مجهدة للذهن وبتعمل تأثير كبير جدا على العمليات المعرفية لمخ الطفل هي طول تعرض الطفل للفترة اللي هيشوف فيها ضوء، أو حتى الحاجات اللي بتأثر على الكلام أو مناطق التركيز والانتباه اللي بدورها كمان بتأثر لي على الذاكرة عند الطفل. فبالتالي أنا مش محتاجة إن أنا أخلي الوقت كامل قدام الشاشة فيحصل اجهاد ذهني شديد فيبدا ياثر على الطفل، فانا محتاجه ان انا اخد الوقت ده مقسم زي ما قلت لك، كل مره ربع ساعه، لو هو بيتفرج على موفي او حاجه طويله شويه ممكن يبقى مرتين كل مره نص ساعه. اوكي، طيب يا دكتور، الام لو مش عارفه تتحكم في الطفل بيقعد يعيط كتير عشان ياخد الموبايل تعمل ايه؟ بصي انا دايما بقول يا ريهام حاجه مهمه جدا، بقول احنا اتربينا ازاي؟ احنا ما كانش عندنا تلفزيون ولا كان عندنا موبايل، ولو كان التلفزيون كان موجود كان الوقت بتاعنا اللي هو بيبقى مثلا عالم الكرتون الصبح، وطول اليوم احنا مشغولين في انشطه او بنساعد ماما في البيت. صح. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها انا مش عارفه اتحكم في ابني، لان انا المفروض انا الاساس في وضع القواعد جوه البيت وفي الحزم، فالدور التربوي هو القائم مش دور ابني في فرض الحاجات اللي المفروض عايز يعملها عليا. طيب في ناس بتقول ان الموبايل او التابلت مع ابني بس عشان هو بيلعب جيمز، هل ده عادي؟ لا طبعا، انا دايما بقول ان في خدعه كبيره قوي الامهات والاباء واقفين فيها للاسف، مش بس الجيمز يا ريهام، لا ده بتلاقيه بيقول لك ايه، طب ما هو انا بنزل برامج تعليميه يقدر ان هو يتعلم منها، فانا سايب له التابلت بدل ما انا ما عنديش وقت اعلمه فهو التابلت بيعلمه. تاني، اولا في عندي حاجتين بيأثروا على الطفل، اول حاجه المحتوى اللي هو ممكن يكون مثلا مش مفيد زي الجيمز، وتاني حاجه التأثير زي ما قلت لك بطول تعرض الطفل للشاشات الالكترونيه، فانا بالتالي انا واقع في خطرين، الخطر الاولاني ممكن يكون مش محتوى مفيد، ولو مفيد هو بيأثر بطول تعرض الطفل للشاشه الالكترونيه، فانا في غنى عن ده، انا ممكن اخلي المواد التعليميه او مثلا حتى الجيمز هي في الوقت اللي هو لمدته ربع ساعه، ولازم افلتر الجيمز اللي بيلعبها ابني او حتى الفيديوز اللي بيتفرج عليها سواء على اليوتيوب او على اي حاجه للسوشيال ميديا. انا لازم بدوري انا كبابا او ماما ان انا اعمل حجب لكل المواقع اللي لا قدر الله ممكن ابني يتعرض ليها فتعمل لي خلل في السلوكيات، لان انت مش بس بتاثري على العمليات المعرفيه، لا كمان بيأثر على السلوكيات، اكتسب العنف واكتسب لا قدر الله
الايحاءات او السلوكيات او الانحرافات الجنسيه حاجات كتيره قوي. طبعا اكتساب كمان الالفاظ والشتايم، لان انا بحطه في محتوى اكبر من سنه، ان الطفل يحب ان هو يعمل مقالب والحاجات على حسب طبعا انا سايباه قدام اي محتوى. فبالتالي انا في غنى عن كل ده، انا بعمل فلتره وبتفق معاه ايه اللي متاح وايه اللي مناسب وايه اللي مش مناسب. طيب طبعا انت عارفه انه بسبب موضوع الكورونا بقى فيه دلوقتي اونلاين ليرنينج، والاطفال معظمهم بقوا يذاكروا او بيحضروا المدرسه من البيت عن على اللابتوب او الايباد. فدلوقتي احنا بنسيب الايبادز مع اولادنا فتره طويله جدا، فهم بالتالي بيبقوا ملمين قوي بالموضوع في سن بدري جدا. هل ده خطر برضو؟ بصي، خلينا نبقى متفقين ان احنا المدرسين اللي بيدوا الدروس، او حاليا وقت الكورونا كنا بنقعد فترات طويله، دلوقتي لا، لان الموضوع بقى اقل شويه. الاولاد بداوا يرجعوا تاني للدراسه في المدارس عادي، في ايام مثلا معينه فيها الاونلاين، وفي ايام تانيه الاطفال بتنزل المدرسه، فده بيخفف لي من العبء. زائد ان المدرسه حتى وقت الكلاسز اللي كانت بتتحضر اونلاين كان المدرسين بيدوا فواصل بريك في النص، والمطلوب من حضرتك كأب وأم إن أنت بتكون في المحيط بتاع ابنك. لأن إحنا كنا بنشوف يا ريهام مشاهد، وكانوا للأسف بيسجلوها فيديو كده، إن الطفل مشغل الكلاس ومثلا خلاص عامل من مايس تحت كده وشغل هو فيلم كرتون. مفيش رقابة، ما هو أنا مفيش رقابة، أنا اسمي بحضر الكلاس بس أنا مش موجود. فانا بقوم بدوري ان انا كل ما انا موجود في محيط الطفل، انا بسمع هو بيتفرج على ايه او هو بيتابع ايه، او انا حتى قاعد جنبه ان هو مثلا برشده ان هو يكتب ورا المس اللي بتشرح مثلا حاجه معينه. دور المدرسين كمان في ان انا الفت انتباه واجذب انتباه كل الاطفال اللي قاعده بتحضر معايا، عشان ما فيش حد منهم يزهق او يمل او ممكن ينام. فبالتالي المدرسين كانوا بيحطوا فواصل، ودي اهم حاجه عندي، لان انا قلت لك الخطر في طول تعرض الطفل للشاشه، سواء حتى الخطر ده ممكن يأثر عليه عضويا، ان ممكن يجهد العين، فبتلاقي ان في اطفال لا قدر الله ممكن يحصل لها ضعف في البصر او اجهاد في العصب البصري، لان كل ده ضوء. انت لو قعدتي شويه تمسكي الموبايل بتلاقي نفسك ان انت عينك بدأت ان هي صح. تحصل فيها حرقان او ان انت تصدعي، فما بالك بقى ده طفل، فاكيد الخطر او الضرر هيكون مضاعف على ابنك. طيب دكتور، للسن الأكبر شوية بيجي الطفل بتكون الأم عاملة اللي عليها وزيادة ومتمسكة لسه بمبادئها إنها مش هتدي الموبايل في سن صغير، وبعدين بعد كده بيلاقي لما بيروح فصله إن الأطفال كلهم معاهم موبايلات، فبيبتدي يقارن وبيبتدي يرجع لمامته يقول لها طب ما الفصل كله معاه الموبايل، اشمعنى انا اللي ما عنديش؟ يعني كلهم غلط وانا الوحيد اللي صح؟ نعمل ايه في الموضوع ده؟ ده عليه عامل من حاجتين، عامل المدرسة اللي بتسمح بدخول الموبايل جوه المدرسة، وده خطأ كبير جدا. وحتى لو الأطفال أو الأمهات اللي بتقول ما أنا عايزة أطمن على ابني، حضرتك اطمني لأنه جوه المدرسة، ولو في أي حاجة حصلت لا قدر الله المدرسة هي اللي هتبلغك، إحنا مظبوط. معانا رقم ماما، أنت مش محتاج تجيب الموبايل. أنا مش محتاجة الموبايل مع الطفل اللي هو برضه هنقول اللي هو فوق الثمان سنين، لان هو ده الوقت اللي هم بيخرجوا فيه، مثلا هيروحوا البورس، بيعتمد على نفسه في ان هو مثلا رايح يشتري حاجات طلبات ولا حاجه. في الوقت ده انا هسمح بوجود الموبايل، والموبايل لو هو رايح بيه درس دكتور انا او بسأل حاجه. حضرتك على المقارنة بالاطفال التانيين، لو هو معاه موبايل وهم خارجين كلهم مع بعض حتى بعد بره المدرسة، يعني هو دلوقتي رايحين حاجة اسمها بري ديت مثلا، كلهم متجمعين الاطفال ومعاهم موبايل، فالطفل اللي مش معاه الموبايل بيرجع لمامته ويقول لها انا الوحيد اللي معيش الموبايل ده، نعمل ايه الامهات يعني؟ ماشي، عشان برضو قانوني اهو. المفروض الموبايل هيكون مع الطفل اللي عنده 10 سنين فما فوق. يعني ايه؟ الموبايل يكون معاه متوصل عليه انترنت. قبل السن ده مش محتاج، انا ممكن اعتمد على الموبايل الصغير لان انا هطمن عليه مثلا طالع رحله، بيحضر درس، راح مثلا في مكان، بخلاف كده لا. طيب انا برضو عند العشر سنين واكبر من كده، ابني عايز موبايل زي اللي في ايده صحابه، انا متفقه معاه على الابلكيشنز اللي هينزلها على الموبايل، والسوشيال ميديا ليها ضوابط وقواعد، وحتى الوقت مش هيكون مفتوح، لان السن ده زي ما اتفقنا هو ليه ساعتين ممنوع يا حبيب قلبي، بخلاف مثلا اي حاجه غير مثلا الفيسبوك تويتر الحاجات دي كلها، ان انت تصور نفسك او ان انت تتكلم مع حد غريب او حد يتواصل معاك ويقول لك ابعت لي الصور، او ان انت تصور خصوصيه البيت او تتواصل مع حد وتقول له عنوانك او اسم مدرستك. فانا بديله الموبايل في ايده، بس بقول قواعد 1 2 3، لو اخليت بيها الموبايل هيتسحب من ايدك.
بشكر حضرتك جدا يا دكتور سهام، ويا رب كل الأمهات يكونوا استفادوا بالمداخلة دي. يا رب. شكرا. وبكده تكون خلصت فقرة السكوب.